واحد بيقول ما هي اللغة الأرامية؟ اللغة الأرامية هي إحدى اللغات السامية، واليهود كانوا راحوا للسبي بابل وأشور وكانوا بيكلموا اللغة الأرامية قبل كده، فلما راحوا لغتهم اندمجت لحاجات تانية ورجعوا يتكلموا الأرامية مش الأبرانية. عشان كده لما رجعوا كما ورد في سفر نحمية إصحاح 8 آية 8 بيقول إن نحمية أرى لهم الكتاب وكان بيفسر لهم المكتوب، يعني مش عارفين يفهموا الأبراني لما بقت أرامية، والمسيح اتكلم بالأرامية عشان كده كان بيفسر بعض كلمات. لما انجيل متى كتبوا الابراميين بقى يفسر الكلمات الارامية اللي موجودة. وبيقول ما معنى كلمة سيمينار؟ سيمينار ممكن يكون معناها حلقة دراسية، لان سيمناري يعني معهد دراسة كلية لاهوت. فاحنا بنعمل سيمينارات للاباء الكهنة وسيمينارات للاباء الاساسة على عيد العنصرة تقريبا او قبل ما، وعملنا سيمينار للاباء كهنة امريكا وكندا، كان حضر المرة اللي فاتت اغسطس الماضي 126 غير الغائبين، غالبا السنة دي يحضروا 140 تقريبا من كهنة كندا وامريكا. سيمينار حلقة دراسية.